السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة القراءة والكتابة. في الحلقة السابقة تعرفنا على صوت ورسم حرف الواو وميزنا تموضعاته في الكلمة، واليوم إن شاء الله غادي نتعلموا نقرأه ونكتبوه مع الحركات القصيرة والسكون والطويلة والتنوين. والآن تنطلب منكم توجدوا الألواح للتدرب على الكتابة. الآن نلاحظوا الشاشة، شنو الحرف اللي فيها؟ تفضلي خديجة. الواو. صحيح، حرف الواو. الآن غادي نتعلموا نقراو ونكتبوا حرف الواو مع الحركات القصيرة، ونتذكروا شنو هي الحركات القصيرة. تفضلي سلمى. فتحة وكسرة والضمة. صحيح، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك سلمى. والآن نشوفوا حرف الواو مع حركة قصيرة. كيف ما كتلاحظوا على الشاشة، حرف الواو مع الضمة، وتنقراوه وو. رددوا من بعدي وو. مرة أخرى وو. والآن نلاحظوا طريقة كتابة حرف الواو. كيبدأ بدائرة صغيرة من فوق السطر، وكنزلوا به تحت السطر بخط مائل منحني نحو اليسار، والحركة بطبيعة الحال من فوق منه. ونعاودوا نلاحظوا طريقة الكتابة مرة أخرى. كيف ما كتلاحظوا هنايا، كاين خط من قبل منه ودائرة صغيرة، وكنزلوا به تحت السطر بحال خط مائل، ونميلوا به نحو الأمام، ونديروا الضمة. الآن شكون يذكرني كيفاش تنقراو الواو مع الضمة؟ تفضلي خديجة. وو. صحيح، الآن غتكتبوا بنفس الطريقة اللي كتلاحظوا على الشاشة. غتكتبوا حرف الواو منفصل وحرف الواو متصل بحرف من قبل منه، غتكتبوهم بجوج على الألواح. وحتى انتم أخواتي إخواني المشاهدين كتبوا معنا على الألواح. ارفعوا الألواح. صحيح ليلى. صحيح، تبارك الله عليك. خالد. صحيح، تبارك الله عليك. نكتبوا فقط مرة واحدة منفصل ومرة واحدة متصل. سلمى هنشوف. صحيح، تبارك الله عليك. الآن نشوفوا حرف الواو مع حركة قصيرة أخرى، ونلاحظوا على الشاشة حرف الواو مع الكسرة اللي كتكون لتحت، وتنقراوه وي. رددوا من بعدي وي. مرة أخرى وي. والآن نلاحظوا طريقة الكتابة، هي نفسها اللي شفنا مع الضمة، هي الحركة اللي كتغير، النطق كذلك. الكسرة كتكون من التحت. نعاودوا نلاحظوا طريقة الكتابة مرة أخرى. هنا كيف ما كتشوفوا حرف الواو متصل بهذا الخط، هذا كنعرفوا حرف الواو متصل بالحرف اللي من قبل منه. الآن شكون يذكرني كيفاش كنقراو حرف الواو مع الكسرة؟ تفضلي سلمى. وي. صحيح، الآن غادي تكتبوا بنفس الطريقة على الألواح. هتكتبوا حرف الواو بالكسرة منعزل، وحرف الواو متصل مع الكسرة. وحتى انتم أخواتي إخواني المشاهدين كتبوا معنا على الألواح. ارفعوا الألواح. صحيح، تبارك الله عليكم. الآن غادي نشوفوا حركة قصيرة أخرى. وشنو هي الحركة القصيرة اللي باقي ما شفناهاش؟ تفضلي سلمى. الفتحة. صحيح، كيف ما كنلاحظوا على الشاشة حرف الواو مع الفتحة، وتنقراوه و. رددوا من بعدي و. مرة أخرى و. الآن نشوفوا طريقة كتابة حرف الواو، هي نفسها ما كتغيرش كيف ما وضحنا من قبل. دائرة صغيرة كتبدأ من فوق السطر، وكنزلوا به تحت السطر بخط مائل نحو اليسار، والحركة اللي هي الفتحة من فوق منه. الآن نعاودوا نلاحظوا طريقة الكتابة مرة أخرى. شكون يذكرني كيفاش قرينا الواو مع الفتحة؟ تفضلي خديجة. واو. صحيح، الآن غادي تكتبوا بنفس الطريقة اللي شفتوا على الشاشة. هتكتبوا حرف الواو مع الفتحة منفصل، وحرف الواو متصل كذلك مع حركة الفتحة. ارفعوا الألواح.
صحيح، تبارك الله عليكم. الآن نشوفوا حرف الواو على الشاشة. هنايا باش مشكول حرف الواو، تفضلي ملكة. بالسكون. بالسكون صحيح. وتنقرأ واه واه، رددوا من بعدي. واه. مرة أخرى. واه. والآن نلاحظوا طريقة الكتابة، هي نفسها. هنا كيبدأ بخط من فوق السطر، يعني متصل بالحرف اللي من قبل منه. طريقة كتابة حرف الواو هي نفسها، والسكون من فوق منه. والآن نلاحظوا طريقة الكتابة مرة أخرى. وشكون يذكرني كيفاش قرينا الواو مع السكون؟ تفضلي ليلى. واه. واه صحيح، تبارك الله عليك. الآن كتبوهم على الألواح بنفس الطريقة اللي كتلاحظوا على الشاشة. حرف الواو كيبدأ بخط، كنكتبوه بنفس الطريقة مع السكون. رفعوا الألواح. صحيح، تبارك الله عليكم. الآن شكون يعطيني كلمة فيها حرف الواو مع حركة قصيرة أو سكون؟ تفضلي سلمى. ورود. صحيح، تبارك الله عليك. شكون يعطيني كلمة أخرى؟ تفضل خالد. وديان. صحيح خالد، تبارك الله عليك. تفضلي زهرة، أعطيني كلمة أخرى. وقفة. صحيح، تبارك الله عليك. والآن لاحظوا كلمة وقفة على الشاشة، وكيف ما كنلاحظوا هنايا عندنا حرف الواو في أول كلمة مع الفتحة. وقف، رددوا من بعدي. وقف. مرة أخرى. وقف. تبارك الله عليكم. بعد ما تعلمنا نقراو ونكتبو حرف الواو مع الحركات القصيرة والسكون، الآن غادي نشوفوه مع الحركات الطويلة. وشكون يذكرني بشنا هي الحركات الطويلة؟ تفضلي سلمى. الواو الألف والمد بالياء. صحيح، تبارك الله عليك. ملي كتكون عندنا الفتحة كيكون المد بالألف، الضمة والمد بالواو، والكسرة والمد بالياء. والآن نشوفوا حرف الواو على الشاشة مع الضمة، والمد المناسب ليه هو الواو، وتنقراوه ورددوا من بعدي. وو. مرة أخرى. وو. والآن نلاحظوا طريقة كتابة حرف الواو، هي نفسها ما كتغيرش مع المد بالواو. كيف ما كتشوفوا الحرف على الشاشة، الحركة اللي هي الضمة، والمد المناسب ليه الواو. والآن نلاحظوا طريقة الكتابة مرة أخرى. الآن شكون يذكرني كيفاش قرينا الواو مع الضمة والمد بالواو؟ تفضلي ملكة. صحيح، تبارك الله عليك. والآن تكتبوا بنفس الطريقة اللي كتلاحظوا على الشاشة، وحتى انتم أخواتي إخواني المشاهدين كتبوا معنا على الألواح. رفعوا الألواح. صحيح، تبارك الله عليكم. الآن شوفوا حرف الواو مع حركة طويلة أخرى كيف ما كنلاحظوا على الشاشة. حرف الواو مع الكسرة، والمد المناسب ليه هو الياء، وتنقراوه وي. رددوا من بعدي. وي. مرة أخرى. وي. والآن نلاحظوا طريقة الكتابة. حرف الواو هو نفسه ما كيتغيرش، دائرة من فوق السطر، دائرة صغيرة، وكنزلوا به تحت السطر بخط مائل منحني نحو اليسار. والكسرة والياء هنا، الياء عندنا هنايا غادي تكون موصولة بواحد الحرف من بعدها. والياء كيف ما كتشوفوا على الشاشة. والآن نلاحظوا طريقة الكتابة مرة أخرى. كيف ما كتشوفوا هنا حرف الواو غيكون متصل بالحرف من قبل منه، والياء اللي كتكون في آخر الكلمة. شكون يذكرني كيفاش قرينا حرف الواو مع الكسرة والمد بالياء؟ تفضلي خديجة. وي. صحيح، تبارك الله عليك. الآن غادي تكتبوا بنفس الطريقة اللي كتلاحظوا على الشاشة. هتكتبوا حرف الواو منفصل، والياء اللي غادي تكون موصولة بواحد الحرف من بعد منها، والواو مسبوقة بواحد الخط اللي غادي تكون متصلة بحرف من قبل منها، والياء ديال آخر الكلمة.
رفعوا الألواح. صحيح، تبارك الله عليكم. والآن نشوفوا حرف الواو مع حركة طويلة أخرى. كيف ما كنلاحظوا، حرف الواو مع الفتحة والمد المناسب ليه الألف، وتنقراوه ورددوا من بعدي وا مرة أخرى وا. والآن نلاحظوا طريقة الكتابة. خط من فوق السطر يعني متصل بالحرف اللي قبل منه، والواو نفس الطريقة مع حركة الفتحة والمد المناسب ليه هو الألف. نعاودوا نلاحظوا طريقة الكتابة مرة أخرى. والآن شكون يذكرني كيفاش قرينا حرف الواو مع الفتحة والمد بالألف؟ تفضلي زهرة. وا. صحيح، تبارك الله عليك. والآن غادي تكتبوا بنفس الطريقة اللي كتلاحظوا على الشاشة. رفعوا الألواح. صحيح، تبارك الله عليكم. الآن شكون يعطيني كلمة فيها حرف الواو مع حركة طويلة من هادو اللي شفنا، سواء المد بالواو ولا المد بالياء ولا المد بالألف؟ تفضلي مليكة. أسوار. صحيح، تبارك الله عليك. شكون يعطيني كلمة أخرى؟ تفضلي خديجة. طاووس. صحيح، تبارك الله عليك خديجة. شكون يعطيني كلمة أخرى؟ تفضل خالد. تمويل. صحيح، تبارك الله عليك. ونشوفوا الكلمة على الشاشة. تمويل، وهنا عندنا حرف الواو وسط الكلمة مع الكسرة والمد بالياء. تمويل، رددوا من بعدي. تمويل. مرة أخرى. تمويل. صحيح، تبارك الله عليكم. بعد ما تعلمنا نقرأ ونكتبوا حرف الواو مع الحركات الطويلة، الآن ننتقلوا للتنوين. والتنوين كيف شفنا من قبل، هو ملي تيكون عند الحرف جوج حركات، أي جوج ضمات، جوج كسرات وجوج فتحات. والآن نشوفوا حرف الواو مع تنوين بالضم، وتنقراوه ون. رددوا من بعدي. ون. مرة أخرى. ون. والآن نلاحظوا طريقة الكتابة. حرف الواو هي نفسها اللي وضحنا من قبل، والتنوين بالضم أي جوج ضمات كيف ما كتلاحظوا على الشاشة. ونلاحظوا طريقة الكتابة مرة أخرى. والآن شكون يذكرني كيفاش قرينا حرف الواو مع الضمتين؟ تفضلي زهرة. ون. صحيح، تبارك الله عليك. والآن تكتبوا بنفس الطريقة على الألواح. رفعوا الألواح. صحيح، تبارك الله عليكم. الآن غادي نشوفوا نوع آخر من التنوين. كيف ما كتلاحظوا على الشاشة، حرف الواو مع تنوين بالكسر، عندنا هنايا كسرتين وتنقراوه وين. رددوا من بعدي. وين. مرة أخرى. وين. والآن نلاحظوا طريقة الكتابة، هي نفسها اللي شفنا من قبل مع الكسرتين اللي كيكونوا بطبيعة الحال من تحت الحرف. الآن شوفوا طريقة الكتابة مرة أخرى. والآن شكون يذكرني كيفاش قرينا حرف الواو مع الكسرتين؟ تفضلي سلمى. وين. صحيح، تبارك الله عليك سلمى. والآن تكتبوا بنفس الطريقة على الألواح. وحتى انتما أخواتي إخواني المشاهدين، كتبوا معنا بنفس الطريقة اللي كتلاحظوا على الشاشة على الألواح ديالكم. رفعوا الألواح. صحيح، تبارك الله عليكم. شفنا التنوين بالضم والتنوين بالكسر. إنا نوع من التنوين بقى لينا؟ تفضلي سلمى. التنوين بالفتح. صحيح، تبارك الله عليك. التنوين بالفتح كيف ما كتلاحظوا على الشاشة، حرف الواو نفس طريقة الكتابة، وهذا النوع من التنوين كيتكتب على الألف كيف ما كتلاحظوا، وتنقراوه ون. رددوا من بعدي. ون. مرة أخرى.
ون. والآن نلاحظوا طريقة الكتابة كيف ما كتبان على الشاشة. حرف الواو هنا هذا الخط موصول، يعني يكون موصول بالحرف اللي من قبل منه، والواو نفس طريقة الكتابة، وهذا النوع من التنوين كيف ما وضحت من قبل كيكون على الألف مع الفتحتين. نلاحظوا طريقة الكتابة مرة أخرى. وشكون يذكرني كيفاش قرينا الواو مع التنوين بالفتح؟ تفضلي زهرة. ون. صحيح، تبارك الله عليك زهرة. والآن غتكتبوا بنفس الطريقة على الألواح. رفعوا الألواح. صحيح، تبارك الله عليكم. الآن شكون يعطيني كلمة فيها حرف الواو مع التنوين، سواء التنوين بالضم ولا التنوين بالكسر ولا التنوين بالفتح؟ تفضلي ليلى. تهون. صحيح، تبارك الله عليك. الآن نشوفوا كلمة أخرى مع زهرة. تفضلي زهرة. دلوين. صحيح، تبارك الله عليك. نشوفوا كلمة أخرى مع خديجة. تفضلي خديجة. جوان. صحيح، تبارك الله عليك خديجة. ونشوفوا الكلمة على الشاشة. جا ون. كيف ما كتلاحظوا هنايا عندنا حرف الواو مع التنوين بالفتح والشدة. جوان تنقراوها جوان. رددوا من بعدي. جوان. مرة أخرى. جوان. صحيح، تبارك الله عليكم. تعلمنا نقراو ونكتبو حرف الواو مع الحركات القصيرة والمدود والتنوين والسكون، ونراجعو تعلماتنا. شكون يقرا ليا السطر الأول؟ تفضلي سلمى. و وي و. تبارك الله عليك سلمى. انتقلوا للسطر الثاني. تفضلي خديجة. و وي و. تبارك الله عليك خديجة. انتقلوا للسطر الثالث. تفضلي زهرة. ون وين ون. تبارك الله عليك زهرة. تفضل خالد، قرأ لنا السطر الأخير. و. صحيح، تبارك الله عليك خالد. هكذا نكون وصلنا لنهاية حصتنا المادة القراءة والكتابة لهذا اليوم. وقبل ما نودعكم تنطلب منكم تعاودوا تقراوا وتكتبوا حرف الواو مع الحركات القصيرة والطويلة والسكون والتنوين في الكتاب المقرر، باش تزيدوا تدربوا على القراءة والكتابة ديالو. والآن انتقلوا لمادة التربية الإسلامية. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنرحب بكم في حلقة جديدة من مادة التربية الإسلامية. وكنذكركم بأنني كنت طلبت منكم في نهاية الحلقة السابقة التدربوا على ترتيل هذا الجزء من السورة الكريمة. وغادي نبداو مع سلمى. سلمى، غنطلب منها باش تقرأ لنا هذه الآيات البينات من سورة القارعة. تفضلي سلمى. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. نعم. يوم يكون الناس في الناس كالفر. يوم الناس. انتبهي سلمى. يوم يكون الناس. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن منفوش. أعيدي مرة أخرى. وتكون الجبال. وتكون الجبال كالعهن. كالعهن المنفوش. كالعهن المنفوش. جيد، تبارك الله عليك سلمى. الآن أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، أنا غادي نقرأ وأنتم غادي تنتبهوا معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة.
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الآن أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين، أنا غادي نقرأ ونطلب من البعض منكم يردد من بعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة؟ تفضلي خديجة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة؟ مزيان. وما أدراك ما القارعة؟ غادي نطلب من خالد. وما أدراك ما القارعة؟ مزيان. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. ليلى. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. جيد. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. سلمى. وتكون الجبال كالعهل المنفوش. تبارك الله عليكم. الآن أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين غنتعرفوا على شرح الكلمات والعبارات، وغادي نبداو بالكلمة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة؟ شنو المعنى ديال القارعة؟ غادي نسول خديجة، شنو المعنى ديال القارعة خديجة؟ اسم من أسماء يوم القيامة. تبارك الله عليك، جيد. اسم من أسماء يوم القيامة. ثم يقول الله تعالى وما أدراك ما القارعة. شنو تتعني وما أدراك؟ المعنى ديالها واش تعرف شنو غادي نخبروك به على يوم القيامة. هنا كيجي الجواب، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. ما معنى كالفراش المبثوث؟ معنى ديالها بحال الحشرات المتفرقة المنتشرة في كل مكان. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. شنو المعنى ديال العهن المنفوش؟ بحال الصوف اللي تنحلوه وكيبدا يتطاير، هذا هو المعنى ديال كالعهن المنفوش. دابا أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين، باش تغنيو رصيدكم اللغوي والمعرفي غادي تنتبهوا للشاشة، غادي نقراو شرح الكلمات والعبارات. عندنا الكلمة الأولى القارعة، اسم من أسماء يوم القيامة. كالفراش المبثوث، كالحشرات المتفرقة، كالعهن المنفوش، كالصوف المنحل المتطاير. أنا غادي نعاود باش تقراو من بعدي. القارعة، تفضلوا. القارعة اسم من أسماء يوم القيامة. اسم من أسماء يوم القيامة. كالفراش المبثوث، كالفراش المبثوث، كالحشرات المتفرقة، كالحشرات المتفرقة، كالعهن المنفوش، كالعهن المنفوش، كالصوف المنحل المتطاير، كالصوف المنحل المتطاير. تبارك الله عليكم. دابا أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين غندوزو للتدرب على كتابة وقراءة جوج ديال الكلمات كما العادة، وغادي نبداو بالكلمة الأولى وهي اللي غادي تبان لكم على الشاشة. القارعة. القارعة. غادي نطلب من سناء تقول لي شنو هما الحروف اللي كاينين في هذه الكلمة. سناء. كاين الالف وكاين اللام وكاين القاف وكاين الراء وكاين العين وكاين التاء مربوطه. تبارك الله عليك، جيد. فعلا هذه الحروف هذه كلها سبق لكم شفتوها في ماده القراءه والكتابه. اذا الان غادي تلاحظوا كيفاش كتكتب الكلمه القارعه. لاحظتوا اخواتي المشاهدات اخواني المشاهدين كيفاش كتكتب القارعه. غادي نطلب منكم باش تكتبوها على الالواح ديالكم.
اللي انتهى يرفع اللوحة ديالو. مزيان. سناء، أليكا، سلمى، تبارك الله عليكم، مزيان. إذا غندوزو للكلمة الثانية، كالعهني، كالعهني. شوفوا كيفاش كتكتب على الشاشة، كالعهني. شوفوا مرة أخرى، تابعوا الشاشة، كالعهني. غنطلب منكم مرة أخرى باش تعاودوا تكتبوها في الألواح ديالكم، تفضلوا. ننسى يرفع اللوحة ديالو. مزيان سناء، بارك الله عليك. سلمى، خديجة، أليكا، جيد جيد. إذن دابا غادي نقراو القارعة. عاودوا من بعدي. القارعة كالعهني، كالعهني. القارعة، القارعة كالعهني، كالعهني. تبارك الله عليكم. إذن أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، كنطلب منكم تزيدوا تدربوا على كتابة وقراءة كلمة القارعة وكالعهن في الكتاب المقرر. وقبل ما ننهي الحلقة ديال اليوم، تنطلب منكم ترتلوا الربعة ديال الآيات اللونين اللي شفناهم من سورة القارعة، وتراجعوا الكلمات والعبارات اللي شرحنا واللي غادي توجدوها في كتابكم التعليمي باش يسهل عليكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تفهموا معاني الصورة. وصلنا لنهاية حصة مادة التربية الإسلامية. خليكم مع مادة الحساب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنرحب بكم في الحلقة ديال اليوم من مادة الحساب. وفي البداية نذكروا طريقة إنجاز عملية الطرح بالإضافة. إذا انتبهوا معي على الشاشة. إذا كما كتلاحظوا هنا عندنا عملية طرح عمودية. تفضل سلمى وقرأ لنا هذه العملية. هذه 52 ناقص 36. جيد، عندنا 52 ناقص 36. وإذا بغينا نحسبوا الفرق ما بين هذ العددين سلمى، إن أرقام اللي غنبداو بهم؟ الوحدات. فعلا الوحدات. وعندنا هنايا الوحدات، عندنا جوج ناقص ستة. إذا جوج نقصوا منا ستة. نعم سلمى، كملي الإنجاز ديال هذه العملية. لا يمكن، غادي نتسلفوا من العشرات. نعم، نديرو ناخذوا ثلاثة نتسلفوا منا الجوج. شنو غنسلفوا؟ لا شنو غنسلفوا منا؟ واحد. واحد عشرة. جيد، إذا فعلا عندنا جوج ما يمكنش نقصوا من ستة. إذا غنأخذ واحد من العشرات وغنوضعوه بجنب جوج، وغتولي لنا شحال سلمى؟ 12. و12 دابا غنقص من ستة، شحال غتعطيني؟ عطينا ستة. عطينا ستة فعلا، وغنوضعوها من تحت الوحدات. ومن بعد سلمى شنو غنديرو؟ أردو السلف. يعني واحد اللي عطينا الجوج باش ولات لنا 12، نعاود نردوه لثلاثة، وبشحال غتصبح لنا هنايا؟ غتولي أربعة. أربعة، والآن شنو غنديرو؟ ناقص أربعة. شحال؟ خمسة ناقص أربعة. فعلا خمسة ناقص أربعة. وشحال كتعطينا سلمى؟ عطينا واحد. كتعطينا واحد. إذا الفرق ما بين العددين 52 و 36 هو 16. إذا انتبهوا معايا على الشاشة، شنو كتلاحظوا هنا؟ نعم سناء. عملية أفقية. فعلا عندنا عملية طرح أفقية، غنقراها وردوا من بعدي. عندي 9473 ناقص 2856. ردوا. 9473 ناقص 2856. جيد، إذا وكما كتلاحظوا هنا عندنا جدول، يعني غنجزوا هذه العملية هذه بالاستعانة بهذا الجدول هذا. وكما كتلاحظوا وضعنا العدد الأول وكل رقم وضعناه في الخانة ديالو، ومن بعد حطينا العدد الموالي اللي هو 2856 وكل رقم وضعناه تحت من رقم الآخر، يعني الوحدات مع الوحدات والعشرات مع العشرات والمئات مع المئات
المئات والآلاف مع الآلاف. وباش نحسبوا الفرق ما بين هاد العددين خالد، شنو هما الرقمين اللي غنبداو بهم؟ غنبداو بالوحدات. الوحدات فعلا، شحال عندي هنا في الوحدات؟ عندنا 6 ناقص 3. 6 غنقصوا منها 3، اولا 3 غنقصوا منها 6. نعم، ثلاثة غنقصوا منها 6. نعم، إذا واش يمكن ولا ما يمكنش؟ لا لا يمكن. ما يمكنش، إذا شنو غنديروا؟ غناخذوا واحد من المئات. من العشرات. من العشرات، جيد. من العشرات. فعلا، وغنوضعوه حدا 3، إذا غيصبح لنا العدد هو 13. ودابا شنو غندير؟ 13 ناقص 6 شحال هي؟ يبقى لينا 7، العدد 7. 7 وغنوضعوه من تحت الوحدات، جيد. نعم. والان مروا العشرات، واللي عندنا فيه واحد اللي كنا ضفنا الثلاثة باش صبحت لنا 13، اذا نحطوه ونرجعوه للمكان ديالو. شحال عندي هنا؟ شحال تعطيني؟ تعطيني 6. 6 فعلا. ها وحسب لي دابا العشرات. نعم، عندنا 7 في العشرات، يعني غنقصوا 6 غنقصوها من 7 غادي يعطينا 1. 1 جيد. والخطوة إذا نحطوها قبل تحت من العشرات 1، والخطوة الموالية هي ديال المئات. وشنو هما الرقمين اللي عندي خالد في المئات؟ عندنا 8 ناقص 4، 8 ناقص 4، 4 ناقص 8. إذا 8 نقصوها من 4، يمكن ولا ما يمكنش؟ لا يمكن. لا يمكن، إذا شنو غنديروا في هذه الحالة؟ غادي نزيد نضيف نسلفوا لها واحد من العشرات. من؟ انتبه. من الآلاف. حنا وصلنا. عفوا. جيد، من الآلاف فعلا. نعم. نحطوه حدا 4 وغتولي لنا 14. إذا 14 غنقصوا منها 8 شحال هي؟ غادي يبقى عندنا 6. 6 وغنوضعوها من تحت المئات، جيد. والآن مروا الآلاف. خديجة ورينا الطريقة. الواحد غنديروه مع الجوج. فعلا. غتولي 3. نعم. غنقصوا 9، 9 ناقص 3 غتعطينا 6. يعني 9 غنقصوا منها 3 شحال غتعطينا؟ 6. 6 وغنوضعوها في الخانة ديال الآلاف. إذا الفرق ما بين العددين هو 6617. بهذا أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، تكون حلقتنا ديال اليوم وصلت النهاية ديالها. كنطلب منكم تزيدوا تدربوا على إنجاز عملية الطرح بالإضافة باستعانة بالجدول على الكتاب المقرر. ونذكركم أنه يمكن لكم تعودوا تشاهدوا ضمن هذه الحلقة هذه على قناة السادسة. ولكن قبل ما نودعكم كنخبركم بأن الحلقة المقبلة إن شاء الله هي غتكون مخصصة للنشاط الموازي في موضوع الهجرة القروية. إذا حاولوا تبحثوا في هذا الموضوع هذا وتجمعوا عليه بعض الأفكار، ويمكن لكم تعاودوا تشاهدوا ضمن هذه الحلقة هذه كذلك على الرابطين الإلكترونيين اللي كيظهروا أمامكم على الشاشة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.